نرحب بضيفنا في الاستوديو عازف الساكسفون الاستاذ الموسيقي ربيع منيمنه. مساك الله بالخير. الله يخليك. يا هلا مرحبا. طبعا مرحبا. نحن سعيدين بوجودك معنا، وانا شكرا. من الناس اللي هاي الفقره من الفقرات القريبه على قلبي، حكم اني احب الموسيقى كثير ودائما تلقينا دندن وافوز عليك. ما في حد ما يحب الموسيقى، وافوز عليك دائما في المقطوعات الموسيقيه. لا هالمره انا بفوز عليك. يلا بنشوف. معلومات الظاهر اكبر. لا هو الفكره بالموضوع انه دائما نتحدى. شوف انت بتعزف وانا بسال ان هذا هاي المعزوفه لمنو بالضبط، فلا تقول لنا عن شو المعزوفه اللي بتعزفها. ممتاز. بالنسبة لنا أنت تعزف آلة الساكسفون اللي هي تعتبر آلات صعبة، خلينا نكون واقعيين، يعني تحتاج النفس طويل، يعني أنا وعبير ممكن ننفخ نفاخة نقطع أنفسنا، فكيف الواحد ممكن يعزف مقطوعة كاملة 3 دقائق 4 دقائق ويكون يعني محافظ على نفسه؟ هو صراحة أول شيء بيشرفني يكون معكم اليوم. تسلم. وبالنسبة لسؤالك، آلة الساكسفون تحتاج نفس طويل بناء على التدريب بكل اي شغل، اي آلة موسيقية، اي رياضة معينة تحتاج للتدريب. بالنسبة للساكسفون تحتاج للتدريب، ومع الوقت ومع الخبرة بصير في الواحد عنده نفسه اكبر، بصير يقدر يكون نفسه طويل اكثر لاي معزوفة ممكن يعزفها. يعني نقدر نقول التدريب المتواصل هو اللي بيوصل. نقدر نقول هاي الآلة مفيدة بعد للصحة، بما انك انت وايد تنفخ وشي. انا صراحة بلاحظ حالي نفسي طويل اكثر من شخص اصغر مني يمكن ب 20 سنه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخليك. ليش اخترت هالآلة؟ والله صراحه انا اخترت الآلة، انا بداياتي كانت على آلة الكلارينات. جميل. بعد آلة كثير حلوه، وبعدين نقلت على آلة الساكسفون. عجبني صوتها، الرن اللي فيها رنه كثير حلوه. حلو. شكلها حلو ومرغوبة من العالم أكثر، عشان هيك أنا قلت متنوع بشكل كبير. صح. أيضاً يعني مرغوبة كثير يعني في كل الدول، يعني خلينا نقول في أوروبا وفي أمريكا عندك الجاز بشكل كبير منتشر. صحيح. أصلاً لاحظت أنا في البداية كنت تعزف كثير مقطوعات عربية جميلة صراحة. إحنا بنسمع ثامر. لازم الحين نسمع إحنا، بس شوف عاد شوف تسمعنا. أكيد والله يهمك. بتحب إيه؟ رح نبلش إذا شيء بشيء عربي شرقي. يلا. بتقاسيم على آلة ساكسفون. جميل. تقاسيم شرقية. يلا تحدي. لا التقاسيم ما نقدر نعرفها. إن شاء الله نعرفها. تكون يعني على قولتهم على حسب احساس العازف، فما شاء الله عليك. طرب طرب. اي ما شاء الله عليك، احاسيس ومشاعر اكثر. اي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني جدا مبدع. طيب الحين نسالك سؤال. تفضل. شو الاشياء اللي تواجه العازف الساكسفون؟ شو الصعوبات اللي تواجهها؟ وكم يحتاج من وقت على اساس يكون محترف؟ اتوقع هذا السؤال دائما تنساله. صحيح. الصعوبات اللي يواجهها كعازف ساكسفون هي امرار توفر الاله. اذا كانت الاله جيده ولا لا. توفر الأستاذ اللي لازم تسني على التلميذ ولا على العازف. إذا تلميذ توفر الأستاذ كمان. نعم. ممكن تلميذ يتوفر الأستاذ والتعليم بشكل أفضل من حدا هو عم يكتشف كل شيء بنفسه.
وعفوا ثاني سؤال اللي هو كم تحتاج وقت عشان تصير محترف؟ ايوه هذا بيعتمد على الموهبه، على الموهبه والجهد صحيح. اللي تحطه جميل والتدريبات والموهبه. ممكن عندك حدا عنده موهبه اكثر من الثاني تسلموا آله وتدربوا عليها صح. ممكن خلال كم شهر نعم. يطلع بنتيجه وممكن حدا حسب الموهبه كل حدا جميل. طيب نسمع منك معزوفه على اختيارك ان شاء الله كمان معزوفه بس لا تقول من منو معزف ونحن بنقول معزوفه عربيه انتم لازم دغري تعرفوا ان شاء الله الاغنيه تربين انتصرت يعني وبين عمرو دياب وبيننا معاد لو ان شو لو احنا بعاد لكون غشيتي كلماتي مو حافظتها بس فعلا من احلى اغاني عمرو دياب وفعلا يعني دخلتنا في عالم ثاني وتسلم اناملك يعني تسلم على هالعزف الجميل شكرا لك 1-0 لك خلاص يعني اعترف فزت انا هالمره بس انت ما عرفتها والله انا عارف ان على قولت عمرو دياب لكن عمرو دياب اسمه قصاد عيني يعطيك العافيه فعلا من احلى الاغاني شكرا لك يعطيك العافيه طبعا كل الشكر لك عازف الساكسفون ربيع منيمنه على هذا العزف الجميل وهذا الإحساس الجميل جدا صراحة جدا فخورين بوجودك معنا نتمنى لك التوفيق يا رب تسلم الله يخليك شكرا لك أنا بشرفني بوجودي معك ونحن أكثر تسلم